السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في يحكى ان النهارده احنا هنتكلم عن مثل جديد المثل اللي هنتكلم عليه النهارده هو المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين المثل ده كلكم الحمد لله عارفينه الناس كتير قوي بتقوله في مواقف كتير قوي وبيقصدوا بيه ان كل شيء مقدر وده من اركان الايمان اللي بيؤمن بها كل مسلم الحمد لله القضاء والقدر المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، القدر مقدر زي ما انتوا عارفين والاركان الايمان منها ركن مهم لا يسلم احد او لا يتم اسلام احد الا اذا امن بالقضاء والقدر. القضاء والقدر طبعا لابد ان احنا نكون عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى قدر كل شيء وخلق كل شيء قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء مقدر وكل شيء مكتوب وكل شيء عند ربنا سبحانه وتعالى معلوم. عشان نفهم أكتر الإيمان بالقضاء والقدر أو عشان نفهم يعني إيه المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين لازم أقول لكم إن العلماء قسموا الإيمان بالقضاء والقدر لأربع مراتب. المراتب دي هي أولاً مرتبة العلم. فكل شخص كل شخص مخلوق وكل شيء اتخلق ربنا سبحانه وتعالى علم بما سيكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون فكل شيء ربنا سبحانه وتعالى عليم به وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله بكل شيء عليم فربنا سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب ذلك المقدر أو المعلوم ف تاني مرتبة مرتبة العلماء قالوها هي مرتبة الكتابة فربنا سبحانه وتعالى خلق أول ما خلق القلم فقال له أكتب خلق ربنا سبحانه وتعالى قلم وقال له أكتب فقال يا رب وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم بأمر الله جل وعلا وبتعليم الله جل وعلا للقلم ده فالقلم القلم ده كتب كل شيء هيكون إلى يوم القيامة ودي تاني مرتبة العلماء قالوا عليها لازم كل مسلم يكون مؤمن بيها. فأول مرتبة العلم لازم نكون مؤمنين إن ربنا سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك. على الله يسير فالله يعلم ما في السماء وما في الارض والله سبحانه وتعالى قال ان ذلك في كتاب يعني ده مكتوب فربنا علم الاشياء وكتبت تلك الاشياء فاتكتب كل حاجه كتب كل شيء هيحصل الى يوم القيامه ثم او بعد كده العلماء قالوا ان ثالث مرتبه من مراتب الايمان بالقضاء والقدر هي مرتبه المشيئه. ما فيش شيء بيحصل الا ربنا سبحانه وتعالى بيشاء ان هو يحصل، وده من الايمان بالقضاء والقدر، ان انت تكون مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حاجه بتحصل في الكون الا بمشيئته سبحانه وتعالى. المرتبه الرابعه الخلق، ان كل شيء بيحصل مش بس ربنا علمه وكتبه وشاءوا بل ربنا خلقه، كل الاشياء مخلوقة حتى اعمالنا احنا مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. كل شيء مخلوق حتى الاعمال بتاعه البني ادمين وغير البني ادمين كل شيء مخلوق هنا هيظهر قدامنا بعض الاشكاليات وبعض الحاجات اللي هتبقى مش واضحه وبعض الناس ممكن يقول المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين يعني انا مكتوب عليا ان انا بشرب سجاير انا مكتوب عليا ان انا بعمل المعصيه الفلانيه انا مكتوب عليا ان انا مش محجبه أنا وهكذا فهل فعلا ممكن نقول المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين ونقول ان الناس مضطرين للمعاصي اللي هم واعين فيها وما فيش حاجة في ايديهم لا لا طبعا مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء وخلق او مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى قدر الامور كلها ان المعاصي دي ربنا جبرنا عليها والا هيكون بالتالي وده الكلام اللي الجماعه اللي هم الملحدين بيقولوا عليه بيقولوا الكلام ده بيقولوا ان ربنا خلق كل شيء وكل شيء تحت سيطرته انتوا بتقولوا كده طيب ليه ربنا قدر عليا المعاصي وقدر عليا الذنوب وقدر عليا وهيعاقبني على الحاجات دي في النار فيبقى بالتالي اكيد احنا فاهمين غلط اكيد فاهمين غلط لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والدين هو الحق يبقى اكيد الغلط من فهمنا احنا فيا ترى ايه الجواب عن الاشكاليه دي؟ الجواب باختصار شديد جدا ان ربنا سبحانه وتعالى علمه يعني علمه واللي اتكتب ده علم كاشف، يعني ربنا سبحانه وتعالى علم ان الشخص فلان لما يعطى يخلقه ويعطيه الاختيار هيختار المعصيه. فكتبها سبحانه وتعالى او امر القلم ان هو يكتبها. مش معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى جبره على كده. صح وبالتالي انا هديلكم مثل بسيط جدا ولله المثل الاعلم اب ادى لابنه فلوس وعارف ابنه ده من وقت ما هو صغير وعارف هيختار ايه وعارف هيعمل ايه بالفلوس دي فلما رجع الولد من البيت ابوه قال له انا عرفت ان انت عملت كذا وكذا وكذا بالفلوس قال له عرفت ازاي؟ عرف لان هو مربي الولد ده وعارف تفكيره عامل ازاي ولله المثل الاعلى ربنا من قبل ما يخلق الناس عارف انه فلان اللي هيخلقه في الوقت الفلاني هيختار كذا وفلان الثاني هيختار كذا وفلان فكتب ذلك او علم القلم ده اللي خلق المخلوق القلم المخلوق ده اللي اللي كتب مقادير السماء مقادير ما سيكون الى يوم القيامه علمه كل شيء فهو ده اللي اتكتب اللي اتكتب هو اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه. لكن العلم ده ما يمنعش ان ربنا سبحانه وتعالى ادى لكل واحد فينا اختيار واداله قدره واداله اراده بيختار بيها فربنا سبحانه وتعالى خلقنا وادانا اراده بنقدر ان احنا نختار بنقدر ان احنا اقول انا هعمل ده ومش هعمل ده وانت تقول انا هروح المكان الفلاني ده شيء واضح ربنا اداك ده خلقه فيك وخلق لك قدره خلق لك ايدين وخلق لك رجلين ممكن بالايدين دي تسرق وممكن بالايدين دي تصلي وتتصدق فانت بتختار انت بتختار لكن اختيارك ده معلوم لله وكتبه الله وبعدين لما انت بتختار خلاص انت وجدت وبقيت بتخطا وبقيت موجود وبقيت مخلوق وبقى ليك عندك الامكانيات دي عندك الاراده وعندك القدره بتختار بيهم وبتفعل بيهم باذن الله لا طبعا باذن الله قصدي باذن الله. بتفعل ده بمشيئة ربنا، يعني لا يكون إلا ما شاء الله، يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يشاء أنت بتقدر إن أنت تعمل العمل ده. ممكن ده يشكل على بعض الناس، ممكن بعض الناس يشكل عليه المسألة دي، يقول إزاي طب إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيشاء فعلي وإزاي أنا بختاره؟ هنيجي نقول أنت دلوقتي عندك القدرة وعندك الإرادة، عندك الاختيار وربنا سبحانه وتعالى لا يكون الا ما شاء ازاي طيب هقول لك ازاي ربنا سبحانه وتعالى مثلا خلق لنا ان احنا بيبقى فيه في كل مثلا انت نازل رايح مكان فبتروح المكان ده بتحتاج اسباب معينه بتحتاج تركب عربيه بتحتاج تركب مواصله بتحتاج تركب كده فلو ربنا سبحانه وتعالى شاءك توصل المكان ده انت خلاص عندك قدرتك وارادتك واختيارك وكل حاجه لكن انت ربنا سبحانه وتعالى شاء ان انت توصل المكان ده يبقى هتلاقي الاسباب الثانيه المواصله لقيتها العربيه اشتغلت لكن لو لم يشأ هتلاقي مثلا العربيه عطلت هتلاقي ما لقيتش حاجه توديك في الاخر خالص لن يكون الا ما شاء الله وده ما ينافيش الاختيار وده ما ينافيش الاختيار وسلامه اللي ان ربنا اداك فعلا القدره والاراده وبالتالي نقدر نفهم الاربع مراتب بتوع القدر اللي هم العلم والكتابه والمشيئه والخلق واحد ممكن يقول دلوقتي ازاي ربنا خلق افعالي وهو سبحانه وتعالى خلقها وانا اللي بعملها هنقول ايوه انت بتعمل الافعال اللي ربنا ربنا ركب فيك ايد فيها بتتحرك بالكيفيه الفلانيه انت بتحركها بتحركها باذنه جل وعلا ان هو خلاها تشتغل وانت اللي بتحركها باذنه سبحانه وتعالى فهو اللي خلقها واداها الحركات دي وانت بتحركها ب... لان هو اداك القدره على كده واداك الاراده فبالتالي هو اللي خلق افعالك دي وبالتالي هو سبحانه وتعالى اللي بيشاء لما بيشاء ان هي ما تشتغلش ما بتشتغلش بتاعي مثلا ولما بيشاء انها تشتغل بتشتغل لكن في الاخر انت اللي بتستخدمها الاستخدام اللي انت عايزه لان هو سبحانه وتعالى حكمته ان هو اداك القدره والاراده دي عشان هيختبرك بيهم وعشان ليبلوكم ايكم احسن عملا زي ما احنا قلنا قبل كده فالانسان ربنا سبحانه وتعالى اداله ده كله وبيختبره ودي حكمته سبحانه وتعالى. طيب واحد ممكن يجي يقول المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين طيب في ناس ممكن يقولوا دلوقتي الشر الموجود الجرائم الموجودة كل الحاجات دي ربنا بيشأها كل الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى كتبها كل الحاجات دي ربنا خلقها طيب ازاي والرسول صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس اليك هنقول ربنا سبحانه وتعالى هديكم مثل بسيط جدا بيقولوا العلماء وهو ان ربنا خلق ابليس ابليس ده بيضل الناس وبيامر الناس بكل شيء وحش وقال بعزتك لاغوينهم اجمعين طيب ورغم كده ربنا خلقه وربنا سبحانه وتعالى خلقه وهو اللي خلق سبحانه وتعالى كل شيء من الاشياء اللي هي ربنا خلق كل الاشياء اللي هي تعتبر احنا في نظرنا ان هي شر. فربنا سبحانه وتعالى خلق السرقه خلق الـ الـ كل انواع المعاصي. ربنا سبحانه وتعالى خلق السرقه خلق الكذب خلق كل انواع المعاصي ربنا خلقها وخلق ابليس اللي بيدعو اليها لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الاشياء دي او خلق الشيطان وخلق الحاجات دي كلها اختبار للناس. خلقها اختبار عشان يتم الاختيار انت دلوقتي عندك الاختيار تختار الشر او تختار الخير فبالتالي ربنا لما خلق الحاجات دي خلقها الحكمه محموده حكمه كامله حكمه عظيمه وهي ايه اختبار الناس ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم فربنا خلق خلق ابليس خلق الشر خلق الحاجات دي كلها اللي هي احنا بنشوفها ان هي كده مش لذاتها انما خلقها سبحانه وتعالى لحكمه عظيمه كبيره جدا زي ما ربنا قال في الايه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يعني الفساد ده ظهر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عشان يرجعوا تاني لربنا فربنا سبحانه وتعالى خلق الحاجات اللي احنا شايفينها شر دي لحكمه لو عرفنا الحكمه هنعرف ان المخلوقات دي خير والعلماء بيقولوا حاجه زياده وهي ان الشر ده مش في افعال الله انما في مفعولاته يعني ايه في مفعولاته يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق ابليس ابليس بيعمل الشر طبعا بيعمله باذن الله وبيعمله بمشيئته وبيعمله بخلق الله للشر لكن مين اللي خطأ؟ مين اللي عمل الشر ابليس طبعا عمله باذن الله وبخلق الله لكن مفيش افعال لله هي في نفسها شر إنما الشر في مفعولات الله ومفعولات الله مخلوقة برضو مخلوقة برضو لكن زي ما قلت لكم لو إحنا جينا قلنا هنلاقي إن رب لو إحنا جينا شفنا هنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الشر لحكمة والحكمة دي خير فبالتالي زي ما ربنا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير فكل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدره خير سواء تؤتي الملك من تشاء او تنزع الملك من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء كل ده خير لو احنا بصينا للحكمه اللي من وراه وعشان كده اللي يجي يقول المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين انا مكتوب عليا المعصيه الفلانيه او اللي يجي يستشكل ويقول اه ده ربنا سبحانه وتعالى خلق الشر او بعض الناس ممكن يقول لا الشر ربنا ما خلقوش لا سبحان الله تعالى الله علوا كبير ربنا خلق كل شيء او بعض الناس ممكن يقول انا مصير مفيش حاجه في ايدي وبعض الناس ممكن يجي يقول اشكالات كتير جدا في مساله القدر وبيستدلوا للاسف بالامثال اللي زي المثل اللي احنا قلناه المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين اخر حاجه هقولها لكم عشان الوقت خلاص ابتدى يعني يخلص فاخر حاجه هقولها لكم هي حاجه مهمه جدا وهي ان بعض الناس بيجي يقول طب ليه ربنا قدر عليا المصيبه الفلانيه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالمرض الفلاني؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ادى فلان فلوس كتير وما ادانيش انا؟ هاجي اقول لكم باختصار شديد جدا اقدار ربنا سبحانه وتعالى هي بتدور حوالين اربع معاني عدل ومصلحه وحكمه ورحمه، كل اقدار ربنا عدل وحكمه ومصلحه ورحمة وهحكي لكم حاجة بسيطة جدا قبل ما الوقت خلاص قرب يخلص الخضر لما موسى طلب منه ان هو يتبع على ان يعلمه مما علم الخضر جه للغلام زي ما انتم عارفين وعمل ايه في الغلام قتله فالناس استغربت هو قتل الغلام ده ليه طب دي مصيبه كبيره قتل ولد صغير فموسى قال له اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكره انت جبت عملت حاجه ما ما نكره في الاخر خالص الخضر قال له قال له اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما يرهق طغيانا وكفرا فاراد ربك ان يبدلهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه فربنا سبحانه وتعالى له المثل الاعلى اذا كان الخضر الخضر علم من الله جل وعلا. إن الغلام ده أما يكبر هيكون عقل والديه، وهيخليهم يبقوا في يعني يصلوا لدرجة شديدة جدا من المشقة، وعشان كده ربنا أوحى عليه إن هو يقتله. العلماء بيقولوا هنا ده مثال على أقدار الله المؤلمة، قدر مؤلم أنت مش عارف ليه حصل كده، أنت مش عارف ليه حصلت المصيبة، ليه ربنا ابتلاك بالمرض ده؟ ليه الولد ابنك ده مات؟ ليه؟ هنا تقدر تشوف كده وتشوف اه سبحان الله ربنا حكيم قدر ان الولد ده يموت عشان ما يرهقش ابواه طغيانا وكفرا لكن احنا والله يعلم وانتم لا تعلمون احنا ما نعرفش وبالتالي لازم نحسن الظن بالله اللي ادانا العينين والايدين وادانا كل النعم اللي احنا فيها وقدر لنا كل الاشياء الجميله فلازم نثق ان ربنا سبحانه وتعالى قدر علينا البلاء ده او قدر المصيبه دي لحكمه وعدل ومصلحه ورحمه طبعا الكلام ممكن يطول على هذا لكن ان شاء الله في الخير ده ان شاء الله يكون فيه كفايه والى ان القاكم في الحلقه المقبله اترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله